نرحب بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي في درس جديد بعنوان حل أسئلة الكتاب لموضوع مصادر الطاقة، وسيقدمه محدثكم الأستاذ أحمد عسيري. سنحقق بإذن الله تعالى في هذا الدرس ولهذا اليوم التأكد من فهم محتويات المنهج الأساسية لما سبق، التدرب على حل الأسئلة المتعلقة بالمنهج، القدرة على بناء المهارات لفهم الأسئلة. نبدأ بسم الله تعالى في السؤال الأول، وهو يتعلق بالمفردات. تسمى موارد الطاقة التي تحتاج إلى ملايين السنين لإعادة إنتاجها بماذا؟ تسمى موارد الطاقة التي تحتاج ملايين السنين لإعادة إنتاجها. دعونا أولا نتذكر ما هي موارد الطاقة التي تحتاج إلى ملايين السنين لإعادة إنتاجها. لاحظ معي هذه الصور تكون بعض أنواع موارد الطاقة التي تحتاج ملايين السنين، هذا النوع وهذا نوع آخر، الفحم الحجري والنفط والغاز. إذن هذه الموارد تحتاج ملايين السنين لإعادة إنتاجها، سميناها بماذا؟ بماذا سمينا هذه الموارد؟ نتذكر مع بعض أن سميناها موارد الطاقة غير المتجددة. إذن سميناها موارد الطاقة الغير المتجددة لأنها تحتاج إلى ملايين السنين لإعادة إنتاجها. السؤال الثاني، حقيقة أم رأي؟ أضع حلا لتناقص احتياط النفط بسبب استعماله المتزايد بوصفه وقودا للسيارات. نحن نستعمل النفط بشكل كبير جدا في وقود السيارات. في الناحية هذه أريد أن أضع حلا لتناقص احتياط النفط. أولا نقول رأي، مثلا بدل السيارة أن نستعمل الدراجة الهوائية في كل مكان، هذا رأي. لكن هل الرأي هذا قابل للتنفيذ، أن أستعمل الدراجة الهوائية في كل مكان؟ الحقيقة أنه غير قابل للتنفيذ. أنا ممكن أستعمل الدراجة الهوائية ولكن ليس في كل مكان. إذا الحقيقة استعمال سيارات مختلفة مثل السيارات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية، أيضا بدائل الوقود مثل طاقة الرياح، طاقة الماء والطاقة الشمسية. إذن هذا حل لتناقص احتياط النفط بسبب استعماله المتزايد بوصفه وقودا للسيارات. إن الرأي أن أستغني عن السيارات تماما، وهذا الرأي صعب تنفيذه، لذلك نستخدم سيارات مختلفة ونستخدم بدائل لهذا الوقود. التفكير الناقد، ما أوجه الشبه والاختلاف بين موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة؟ بنشوف مع بعض تتشابه في ماذا وفي ماذا تختلف موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة. أولا تتشابه في أنها تستخدم لتوليد الطاقة اللازمة لأغراض الصناعة والنقل والمنازل. إذن جميع أنواع الطاقة سواء متجددة أو غير متجددة تستخدم لإنتاج الطاقة. طيب نرى أن موارد الطاقة المتجددة لا تسبب تلوث وغير قابلة للنفاد، مثل طاقة الشمس، طاقة الماء، طاقة الرياح، لا تسبب تلوث وهي لا تنفد، بل هي مستمرة أبد الدهر. موارد الطاقة الغير متجددة تسبب تلوث وقابلة للنفاد، احتراق البنزين، احتراق الغاز يسبب تلوث، وأيضا قابل للنفاذ في يوم من الأيام. اختر الإجابة الصحيحة، أي الموارد الآتية يعد مورد متجدد للطاقة. واحد من الأربع الموجودة يعتبر مورد متجدد: ألف
النفط، باء طاقة المياه، جيم الغاز الطبيعي، دال الفحم. أي هذه الأربع يعتبر متجدد؟ هل النفط متجدد أم أنه يحتاج ملايين السنين لإعادة إنتاجه؟ طاقة الماء، هل الماء متجدد بشكل يومي؟ حركة الماء متجددة بشكل يومي في الأنهار أم أنها تحتاج إلى ملايين السنين لإنتاج الطاقة؟ الغاز الطبيعي أيضا، هل هو متجدد أم أنه يحتاج ملايين السنين ليتكون؟ أيضا الفحم، هل هو متجدد أم يحتاج إلى ملايين السنين لكي يتكون؟ واضح وجلي جدا أن الإجابة هي باء، طاقة المياه هي الطاقة المتجددة من بين هذه الخيارات الأربع. أيضا اختر الإجابة الصحيحة، أي الموارد الآتية ليس مورد متجدد للطاقة، يعني في واحد من هذه يعتبر ليس متجددا: ألف النباتات، باء الطاقة الشمسية، جيم الفحم، دال الحيوانات. النباتات هل هي متجددة أم لا؟ الطاقة الشمسية هل هي متجددة أم لا؟ الفحم هل هو متجدد أم يحتاج ملايين السنين لإنتاجه؟ أيضا الحيوانات هل هي متجددة أم تحتاج ملايين السنين لإنتاجها؟ واضح وجلي للجميع أن الإجابة الصحيحة والمورد الغير متجدد في هذه الأربع هو جيم الفحم، هو الغير متجدد فقط، أما باقي الموارد الموجودة هي متجددة، لأن الفحم مثل ما نعرف يحتاج ملايين السنين لإعادة إنتاجه. السؤال الأساسي: ما المصادر التي يحصل منها الإنسان على الطاقة؟ المطلوب هو أن نذكر المصادر التي نحصل منها على الطاقة. احنا نعرف أن في نوعين من المصادر، متجددة وغير متجددة. نبدأ بالمتجددة مثل طاقة الرياح والماء والشمس، هذه من المصادر للطاقة. أيضا الوقود الأحفوري اللي يعتبر غير متجدد مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي. إذن المصادر التي يحصل منها الإنسان على الطاقة نقدر نقول طاقة الرياح، طاقة الماء، طاقة الشمس، النفط، الفحم، الغاز الطبيعي. لدينا 6 مصادر للطاقة وتنقسم إلى قسمين، هي متجددة وغير متجددة أو وقود أحفوري. بكذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، أأمل أن نكون قد استمتعنا واستفدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.